شوفوا المقطع الثاني هذا. موضوع لقائنا في هذا اليوم، قبل أيام صرحتم بأنكم عندما استلمتم السلطة في الجزائر كان الوضع خطير جدا، وبعد أيام انتخابات أيضا هامة واستثنائية هي الانتخابات التشريعية، وهذا يدفعنا للسؤال كيف هي الجزائر الآن مع الصورة الأولى التي وجدتموها عليها؟ هي ملاحظة، هي مش عامان، مش سنتين، هو سنة ونصف تقريبا سنتين ينتهوا في ديسمبر إن شاء الله. إن شاء الله. كل حال أنا كان سبق وقلت أن بالكلام على الحراك المبارك الأصلي أنه انقذ الجزائر من كارثة كانت يعني واضحة المعالم، وكنا ماشيين في داهية كما يقولوا بالعامة، يعني كان تقهقر الدولة الجزائرية وصل درجة تعدى وبان، يعني ما بقاتش دولة، عصابة لهذه الدرجة يعني لما السياسيين والأساتذة في العلوم السياسية والمؤرخين يطرقوا لهذا الموضوع ربما يوضحوا أكثر للعالم وللجمهور الجزائري ما كانت، علاش أنا قلت الحراك المبارك من عند الله عز وجل. في ذلك 13 مليون جزائري نقدوا بلادهم، كنا ماشيين لشبه عهدة خمسة، رئيس ما يسيرش، يعني كان في وضع صحي لا يسمح له حتى بالكلام، حتى في عصابة باش تستولي على السلطة في الجزائر لمدة خمس سنوات أخرى وتنهب ما بقي لم ينهب بعد، وربما كانت تنتهي بأمور عنيفة. استمرت الدوابان تاع الدولة هذه. إذن ذوبان الدولة يعترف بأن الجزائر كانت تحت حكم عصابات وتحت ذوبان الدولة، وأن الحراك مبارك انتاع 22 فبراير 2019. السؤال البديهي وكاد أقول السؤال الساذج حتى، أين كنت يا عبد المجيد تبون؟ هل كنت مثلا مع الناس اللي خرجوا قبلها بأسابيع أو أشهر، خلنا نقول فقط أسابيع، وكانوا يقولون لابد من خروج الشعب، لابد من تظاهر ضد هذه العصابات، لابد من إسقاط هذا النظام، لابد من إسقاط العهدة الخامسة، هل كنت معهم مثلا؟ هل لديك شيء تبينونا، خاصة أن هناك اليوم الكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي وأي واحد يقدر يصور روحه أو يصور فيديو أو وتقولنا أنا كنت مع الحراك المبارك ودعيت له. تقريبا كل اللي راهم اليوم في السجن، في سجن العصابات، في سجن كمشة الجنرالات اللي انتارك معهم، كلهم كانوا مع حراك 22 تقريبا. يعني لو تجي نعطيك مثال بسيط، لو تجيب مصطفى قيرة على سبيل المثال، أو تجيب طاهر بوتاش مثلا، أو تجيب سيدة عفاف ميقاري مثلا، أو تجيب سيدة زهرة اللي اعتقلوا أختها وأمها بدلها، أعتقد زهرة بوراس، أو تجيب كل الأسماء اللي يرهم في السجون، أو مثلا إبراهيم غربي على سبيل المثال، أو آيت العربي على سبيل المثال من سطيف بوقاع أو غيره، ومن مختلف الإيديولوجيات، وكاين اللي ما عندوش إيديولوجية أصلا، كاين اللي ما عندوش ارتباط إيديولوجي أو ارتباط حزبي أو تنظيمي، أو هو إنسان مستقل عن الجزائر. هؤلاء كلهم اللي يرهم في السجون اليوم أو على أبواب اللي يدخلوا السجون كانوا مع الحراك تاع 22 فبراير اللي تسموه أنتم الأصيل والمبارك. لكن أنت الناس جابوا لك فيديو كنت في لاكوبول نتاع 5 جوي مع تصفق للعهدة الخامسة، هناك من شك قال لك ربما ما كانش موجود. طيب حتى لو أنت ما كنتش موجود، كنت في كلوب دي بان وكنت تمجد في هذه اللي راك اليوم تسميهم العصابة، كنت تمجد فيهم. خلينا مرة أخرى نعود نذكر الجزائريين بما كنت تقول على بوتفليقة وعلى من يعينهم بوتفليقة اللي اليوم راك تسميهم العصابات، واللي تعترف بأن الجزائر كانت على أبواب الذوبان، على أبواب أن تنتهي نتيجة لهذه العصابات. خلينا نشوف بعض من هؤلاء. بصفة رسمية ونكرر
نتكرر باسكو انا راني في سنه نقول فيها نفس الكلام. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. اقسم بالله العلي العظيم ان برنامج فخامه الرئيس ما يتوقف. طيب مهما كانت الظروف برنامج فخامة الرئيس ما لا يتوقف مهما كانت الظروف. كنت هنا وزير للسكن. هذا الفيديو إذا موش 2015-2016 وسواء كان 2015 أو 2016 ففي هذا الوقت كان بوتفليقة كما وصفت أنت اليوم لا يستطيع أن يتحدث في عالم آخر، وكانت العصابة كما تصفها أنت اليوم وكان يصفها أيضا المقبور قايد صالح كانت هي اللي مسيطرة على البلاد. يعني القايد صالح وصل إلى درجة قال كنا في استعمار ثاني، أتعرف أن كنا في استعمار ثاني. هو نفس قايد صالح ليوم 26 فبراير 2019 خرج وقال هذه أيادي خارجية، يا ليت على المساعدة أن يشوف لي هذاك ويبعثوا لي باش نعود نذكروا به الناس، أيادي خارجية وأن اللي خرجوا مغرر بهم وأن اللي يتكلموا على الخروج محرضين. وكان القايد صالح وجرائد تلك الفترة في جانفي فيفري 2019 مملوءة بصور القايد صالح والعناوين الجيش حاضر لتأمين الانتخابات، الجيش حاضر لعرس الانتخابات، الجيش حاضر يعني حاضر للعهدة الخامسة. إذن أنت مع العصابات، خلينا نزيد نشوف مقاطع أخرى أنت على العصابات لأنها في الحقيقة نقدر نجيب لك عشرات المقاطع. فهمت الرئيس أننا سنواصل المشوار الذي بدأه أخي وصديقي وزميلي ورفيق الدرب أنا وعبد الملك بيناتنا 33 سنة دو كومبانيوناج. وصديقي ورفيق الدرب سي أحمد على الثقة المجددة فيه من طرف فخامة الرئيس، وأعتبر أنها ثقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حنكة في تسيير أصعب الظروف. فيما يخصني شاكر فخامة الرئيس الثقة اللي وضعها فيا ووصلت لقصر الحكومة، كل مهام لازم تنتهي. إذا الجزء الأول كان في مايو 2017 في مدح أنت وعبد الملك سلال اللي عندك كومبونياج تاع مانيش عارف شحال قال 30 سنة أو شحال قال. والثانية كانت في أوت 2017 في مدح ويحيى، كلاهما في السجن وكلاهما من العصابات بالرؤوس العصابات. وانت كنت بيناتهم، يعني عينك سعيد بوتفليقة في مايو 2017 باعترافك انت اليوم لأن بوتفليقة كان منتهي، عيناتك العصابات وأصبحت رئيس وزراء في دولة العصابات اللي قلت كانت تدي الجزائر إلى الذوبان هذا اعتراف مهم جدا وجاء من عندك وهذا مهم جدا. هذا الاعتراف راح تأكلوا به كما يقول بالدرجة الكف في المستقبل، لأنه اعتراف كنت اعترفت أكثر مرة لكن أضفت اليوم كنا رايحين إلى الذوبان إلى نهاية البلاد وإلى العنف أيضا. في نهاية كلامك قلت العنف. إذن في هذاك الوقت أنت كنت تمدح في العصابات في حين كان أحرار البلاد رجالا ونساء ينددون بهذه العصابات ويواجهون هذه العصابات ويفضحون هذه العصابات، وبعضهم يسجن وبعضهم يطارد وبعضهم مشرد وبعضهم يتم الضغط عليه وبعضهم حتى ماتوا داخل السجون. لو نذكر فقط اثنين اللي هو محمد تمالت وفخار دكتور فخار. محمد تمالت تم تعذيبه حتى الموت في دولة العصابات اللي كنت تتمدحها وفي جماعة العصابات اللي كنت تتمدحها. إذن أنت كنت تمدحهم وكنت وزير سكن لسنوات طويلة، 3 مرات وزير السكن في أيام بوتفليقة. تقريبا كل فترة بوتفليقة أنت قضيتها في كوزير السكن زائد منها حوالي 3 أشهر رئيس وزراء أو وزير أول. لمن تقولها أنت اليوم هذه؟ تقولها للناس اللي كانوا واقفين ومعارضين واللي هما راهم مستمرين لان عارفينك باللي انت ايضا من العصابات ومن رؤوس العصابات واللي جابوك من رؤوس العصابات وشنقريحه ومجاهد وقايدي وبن علي من رؤوس العصابات في يوم ما
ستعترفون أنكم كنتم رؤوس عصابات. أو يجي اللي من بعدكم ويقول كانوا رؤوس عصابات، كما تقول أنت على اللي كنت تسميهم زملائك وأصدقائك وأحبابك، وتشكر الرئيس، واليوم تقولنا بلي الرئيس كان غايب، كان غايب، هذا باعترافك اليوم، وأن الجزائر كانت تتجه إلى الذوبان وإلى العنف لولا إرادة، بعد إرادة الله إرادة الشعب.